مشاهدينا مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وينابيع اللغة. ينابيع اليوم نتحدث فيها عن مخاوف كثيرة أثيرت عند ظهور الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة، أثارت المتخصصين في مجال اللغة العربية. عن هذا الموضوع سنتحدث مع الأستاذة الدكتورة مجدة مجاور، أستاذ لغات البرمجة ووكيلة الكلية التكنولوجية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا دكتور مجدة. يا ترى المخاوف اللي ظهرت مع ظهور ثورة الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة ما زالت موجودة ولا خفت حدتها قليلا؟ لا يخفى ان الاول لازم نعرف اللغة. اللغة هي وسيلة للتخاطب او وسيلة للتفاهم، ده في المضمون العام. في المضمون الخاص اقدر اصنف اللغة على اساس ثلاث انواع. في لغة للغة اللا أدمية، لغة الحيوان، هي لغة مبسطة من الرموز وبعض الأصوات البسيطة. في لغة تكريم للإنسان، دي اللغة البشرية اللي ربنا اختص بها العقل البشري احتراما للعقل البشري. وفي لغة للكمبيوتر اللي هي تقسم إلى ثلاث أنواع: الهاي ليفل لانجويج، اللغة العالية المستوى، واللو ليفل لانجويج، اللغة ضئيلة المستوى، واللغة الأسمبلي، وسيطة ما بين الهاي وما بين اللو في علم التخصص للكمبيوتر. أما اللغة العربية أم اللغات كما يسمونها، فهي الأصل في اللغة، هي لغة القرآن، وهي لغة الحديث ولغة التخاطب في الوطن العربي أجمع. ظهور الإنترنت طفرة في عالم الاتصالات بحكم طبعا التدريس أو بحكم التربوي اللي أنا بدرسه مادة لغات البرمجة وعلوم تطبيقات علوم الإنترنت. طبعا مادة بيحبها الجميع وبيقبل عليها، وعملت طفرة وغيرت العالم، جعلت العالم قرية صغيرة كما يسمونها. بالإضافة لأن الإنترنت دي وسيلة لتبادل المعلومات، أنا أقدر في أي مكان أكون متواجدة، أكلم أخويا، أكلم صديقتي، أترابط مع الآخرين، أتبادل، أحصل على بحث علمي، يعني فيها المزيج والعديد والعديد. علم الإنترنت علم واسع الانتشار، لكن أنا ما أقدرش أشير بإصبع الاتهام إلى الإنترنت نفسه. علم بيخدم، وثقافة الغرب جاءت ونشرت العلم وإحنا قبلناه بكل ما فيه، عالم مفتوح كأنه بلورة سحرية أنا بتكلم من خلالها أشاهد العالم. إذن لمن الاتهام؟ أشير بإصبع الاتهام لمين؟ هنا احنا في إساءة مستخدم الوسيلة نفسها، اليوزر نفسه، مستخدم الانترنت الذي أساء. مش الكل مسيء، يعني في نوع بيخش يجيب بحث علمي بمنتهى الاحترام، في نوع بيخش يجيب لغة عربية، في يخش يجيب ثقافات إلى آخره، في نوع جعلها وسيلة دعم لنشر اللغة العربية في الأصل أكيد طبعا، ونشر الثقافة ونشر الدين إلى آخره، كما قلنا أنه عالم مفتوح. لكن مثلا انشغل الأب والأم في الأيام الحالية بالحالة الاقتصادية والعمل المتصل، فبيرجع الأب والأم في الآخر منهكي القوة، غير قادرين على متابعة ابنهم أو بنتهم أثناء الجلوس حتى 7 صباحا على صفحات الإنترنت وتقليب فيها كل السيء والرديء، ما خدش باله من اللغة اللي بيتخاطب بها ابنه. الشباب خاصة بيحب الشيء السريع، وده الاتجاه الحديث ان هو بيستخدم اللغة الشورتد بيسموها او اللغة المختصرة، فيكتب بسرعة ويكتب لغة بيتعمد انها تكون ايه مختصرة، وفي نفس الوقت ان الاب والام لو قروها ما يفهموش هو كاتب ايه. فلو جبنا اللي كتبه بالهيستوري بتاعه هنلاقي مش فاهمين اللي مكتوب. حقيقة أبدعوا في المجال ده جدا يا دكتور مجدة، يعني لا هم أبدعوا حتى في استخدام الاختصارات والدمج ما بين اللغة العربية والإنجليزية أو الفرانك أراب زي ما بنقول. يعني وسيلة الإبداع دي أثرت، حضرتك شايفة أنها أثرت بشكل أو آخر على الأصل، على اللغة العربية، يعني بعيدا عن متابعة الأب والأم أو المسؤولين عن مدى تدهور استخدام اللغة بالوسائل دي، هل شايفة أنها أثرت تأثير
مما لا شك فيه أثرت، بس أنا ما أقدرش أتهم علم، أنا أتهم اللي بيستعمل هذا العلم بطريقة سيئة. يعني بحكم مثلا الجزء التربوي بتاعي وان انا بدرس مادة تطبيقات الانترنت او بدرس لغات البرمجة، فاكيد الطالب بيخش بعرفه ايه هو الانترنت وبيجي بحث. بتعمد بكل الطرق ان هو لما يجيب بحث ما يجيبليش بحث منقول وخلاص، يبقى هو كده ما استفادش، ما استعملش طاقته البشريه او طاقته اللغويه فماتت. بالظبط كانه جاب كتاب ونقله من مكان لمكان بدون حتى ما يتعرض لقراءته. يا ريت ده صوره عمل كوبي وبيست على بسرعه جدا واخده وجهزه لي، او ممكن يجيب بحث اصلا جاهز من على الانترنت ويقول لي خدي وحطي، يبقى دي سرقه علميه، بقى انا علمته ان هو يسرق بحث ناس تعبانه فيه. بالاضافه الى ان بحرص قوي على ان انا اقرا هذه الابحاث بحث رغم كثرتها، واتابع همزات القطع وهمزات الوصل التي لا يجدها ابنائنا اليومين دول، طريقه الفتحه والضمه والكسره والتنوين، التاء المربوطه والتاء المفتوحه. طبعا معظم الجيل الجديد عشان دخول مدارس اللغات، انا مش بتهم مدارس اللغات، لكن هم ساعات بيمروهم ان هم ما يتخطبوش باللغه العربيه. يعني مثلا وكان في مدرسه بنتي وهي صغيره ممنوع التحدث باللغه العربيه نهائي، في سواء في الفسحة أو في الكلاس زي ما بيسموه، واللي هيتحدث باللغة العربية على طول بيدفع غرامة جنيه، كأن اللغة العربية دي صب أو عار، البرستيج بتاعه أنه يتكلم بالإنجليش ويطلع. يعني أنا أخفقت في حتة زي كده، بنتي دخلت مثلا مدرسة لغات تجيد اللغة الإنجليزية جدا، تيجي عند اللغة العربية تفكر قبل ما تتكلم، يبقى في شيء من الصعوبة، تلجأ كتير تسأل. غيرنا إحنا متربينا، إحنا تربينا مثلا، أنا والدي كان أستاذ كلية الشريعة في جامعة الكويت وأستاذ علم التجويد من علوم القرآن، وكان حريص جدا كل الحرص لكل أفراد الأسرة إن هو يتابعنا في اللغة. مثلا احنا قاعدين في مثلا في استضافة احد الضيوف ويجي يقول لي اعربي، يديني جملة يقول لي عربي، تطلع جملة او عبارة يقول لي دي موقعها ايه، في كتاب اقرأيه. لكن مين بيتابع اليومين دول؟ كل لاهي في مجاله. فانا ما اقدرش برضو اشير واقول الانترنت هو السبب، لا، سوء استخدام الانترنت هو السبب. إذا كان الحال كذلك فهو واقع نعيشه وموجود، وتكلمنا كتير في مساوئه وسلبياته، لكن حضرتك هو بتقولي أن حضرتك شخص محب جدا للغة العربية وما قدرتيش تتجنبي بعض المساوئ اللي فرضتها عليكي، اللي فرض عليكي المجتمع وطريقة التعليم وانتشار وسائل الاتصال الحديثة ومنها الانترنت. حضرتك شخص فاعل جدا في مجتمعك وفي عملك في مجال التكنولوجيا، ودورك الأساسي هو خدمة المجتمع وتنمية البيئة. دايما بنبص على نقول واقعنا بقى كده، طب الحل ووسيلة فرض تعلم اللغة العربية مش كفرد، ولكن ده حاجة أصيلة فينا والمفروض ان احنا نعملها بمنتهى الحب بدون فرض. ازاي نوصل لشبابنا ان لغتنا جميلة ونقدر نتواصل بيها بنفس السرعة وبنفس الاسلوب اللي ابدعوا فيه باستخدام الفرانكو عرب، بس باستخدام اللغة العربية. تمام، هو حضرتك المثل بيقول ايه؟ ابدأ بنفسك. حرصت كل الحرص ان انا ابدأ بنفسي في مجالي. يعني احنا العلوم اللي بندرسها علوم هندسية مجردة تماما من اللغة العربية، لكن لازم يكون في ابحاث. بتعمد ان انا اطلب من الطالب في بداية السنة بحث علمي واحط عليه درجات كبيرة واديله ازاي الطالب ازاي يعرف يعمل بحث. هو بيجيلي او الايد اللي جابته ليا ما علمتوش يعمل بحث علمي ابدا، ما قراش ما اطلعش، بيجيلي مش تايه مش عارف، بفهمه يعني ايه مقدمة، يعني ايه اضع عناصر، ازاي احط حبكة للموضوع، ازاي احط اسماء المراجع ورا، اقول رأي الكاتب، فبدأ يتعلم حاجة. طيب عشان يعمل بحث لازم يقرأ، اقول له تحاشى انك تجيب لي بحث منقول، ما تجيبليش سرقة علمية وتقول لي ده مجهودي، راعي الغلطات ورجعه مرة واثنين وثلاثة. الاول بيبقى زهقان ما تعلمش،
لكن لما بدأ العملية تمشي معايا ويبقى فاهم، بدأ يطلع أجمل بحث في الدنيا. بالعكس، أنا خدت الأبحاث دي وعملت بيها مكتبة داخل الإدارة بتاعتي اللي هي إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التكنولوجيا بشارع الصحافة، علشان خاطر الغير يستخدمها. وأحرص كل الحرص إن أنا أطلع وأتعمد إن أطلع الأخطاء اللغوية الصغيرة اللي ممكن هي تعدي عليه، عمره ما يغلط فيها تاني. بتبنى الثقافات، يعني في طالب عندي موهوب شاعر مثلا، طالب حب يكتب بتبناه. يعني انا جالي طالب من قيمة شهر وقال لي انا عايز ابقى كاتب. قلت له طيب كاتب كده مرة واحدة مش مجالي، لكن انا اقدر اخد بايدك بطريق الخبرة. طيب وريني عينة من اللي بتكتبها. فوريني عينة بصراحة كوميدية جدا، انا تملكت نفسي وما ضحكتش واحترمت جدا يعني رغبته في انه هو يكون كاتب، هو شايف في نفسه او حابب المجال. لا، الجميل في الموضوع يا دكتور ماجدة انه يجي لحضرتك رغم ان التخصص بعيد تماما، لكن لقى عند حضرتك انك هترشديه هتوجهيه، ودي في حد ذاتها يعني طلاب كتير ما بيلاقوهاش. يعني حتى لو كانت البداية زي ما حضرتك بتقولي يمكن تكون يعني يسخر منها الجميع، إلا إنك كتمتي ده وفي البداية خالص أكيد كنت فاتحة له الباب عشان يدخل ويتقدم بنفسه ويقول كلمة أكون كاتب. دي مش سهلة، مش سهل ان انسان ولا حد حتى من طلابنا واتجاههم ممكن يكون اتجاه يعني نقول ايه اكاديمي قوي كده ونقول ان ابقى كاتب، يعني ممكن يقول اكتب مذكراتي اكتب الكاتب، دي كلمة كبيرة جدا. فانا احيي حضرتك ان انت فاتحة بابك لطلابك وبتشجعيهم على حاجة زي كده، لان احنا اكتر طلابنا محتاجين توجيه، هم ثمرة غير ناضجة لكن موجودة ومش بعيدة ابدا. يعني انا بعتبر كل طالب ابن ليا، وفتح بابي خدمات للطلاب من قبل ما تقلد المنصب ده، لكن انا دايما بيسموني ايه ماما ماجدة، ده اللقب اللي تداولته يعني الاجيال. فيعني مثلا الطالب ده راح لوالده ووالدته قطعوه ضربوه قالوا له انت ذاكر لك حاجه تنفعك، ما يصحش تقعد تضيع وقت في كلام فاضي. فهو عايز، قلت له طب روح اقرا، وديت له كتب اقرا، قرأ جه قرأ جه قرأ بعد آلاف من الكتب قراها، وبصراحة كان عنده الحماس بدأ يكتب. قلت له بص شوف الفرق، اتحسن أسلوبه كتير. بدأت أخد بإيده بقى ووصلته لأحد الكتاب الأصدقاء، قلت له اتبنى الطالب ده من البداية واعتبره ابن ليك وما تسخرش منه، وهو بدأ بداية طيبة فخد بإيده عساه يبقى طه حسين في يوم من الأيام. فطبعا الأمومة كانت غالبة في طبعي، وأنا أحب قوي أخد الطلبة الصغيرين وأبني بهم هرم، بالإضافة برضو أن أنا عملت لهم حفلات ثقافية كتيرة جدا، حفلات شعرية، استضفنا الشاعر العظيم الفنان القدير أستاذ مصطفى عبد المنعم، الأستاذ خالد النشوآتي اللي أطلقت عليه اسم صوت مصر، خدتهم ورحنا سيد حجاب الأستاذ الكبير وسمعوا، بدأت الأفق عندهم تتفتح. عملتهم نموذج محاكاة، نموذج المحاكاة ده تم في وزارة الشباب، ياخدوا الطالب مني ودخلوه معسكر ويبدأ يقرأ، لأنه كله عايز على النت وبسرعة، لا بدأ يقرأ ويقرأ يقرأ كتاب واثنين وتلاتة ويسألوه وتتفتح عنده مواهب ويقدروا يعملوا ايه فوكس على الموهبة أو المقدرة الثقافية اللي عنده. بالتالي اتغير الوضع والطالب حس بنفسه انه بدأ يبقى شيء ويبقى شيء مشهور وممكن اطلع منه انسان عبقري. رد فعل البيت بعد الاهتمام اللي شافه الطالب في الجامعة يا ترى اتغير ولا برضو كان يعني سلبي الى حد ما زي ما كان في البداية؟ لا اتغير، وانا بحب المتابعة. انا بعد ما حطيته على بداية الطريق السليم والده لقاه متميز، جالي وقال لي انا متشكر ان انت خلقتي من ابني حاجة، يا ريت تكملي معاه. فانا بعتقد ان دي رسالة انا بعلمها للصف الثاني اللي تحت مني اللي هم مديرين الادارات، بقول لهم بعد ما انا اطلع معاش وامشي انتوا في يوم من الايام لازم يكون توجه عام يا دكتور ماجدة، ما يبقاش توجه شخصي من اساتذة اكاديميين امثال حضرتك، وليكي كل الاحترام، لازم يبقى توجه عام، وده اللي احنا بنقوله من خلال ينابيع اللغة.
الأستاذة دكتورة ماجدة مجاور، التوجه اللي حضرتك بتعمليه هو توجه أكاديمي جميل، لكن أنا برضو لسه بعتبره توجه شخصي. إمتى يبقى توجه عام من قبل جميع الأكاديميين في مصر والمتخصصين لإحياء علوم اللغة؟ كلمة علوم اللغة بيستصعبها الشباب شوية، نرجع نحب اللغة العربية تاني، تبقى وسيلة تواصل شفهي وكتابي وتكنولوجي من خلال الانترنت وسائل التواصل المختلفة. ايه رأي حضرتك؟ احنا هل التوجه ده موجود ولا انا في رأيي انه توجه شخصي ومتفرد وعلى مسافات بعيدة، اشخاص متباعدين؟ اتمنى انه يكون موجود أسوة بالبلاد العربية الأخرى. يعني أنا أجد سوريا ربنا يفك يعني ضقهم بلد رائدة في اللغة العربية، وسرقت مننا أضواء اللغة العربية والحفاظ على اللغة العربية، وعمل مجمعات للغة العربية وجمعيات للحفاظ على أصالة اللغة وعدم اندثارها، حتى حرصت كل الحرص انها حتى في المسلسلات كانت تعمل مسلسلات باللغه العربيه الفصحى ويراجع النص تماما من قبل اساتذه لغه عربيه بحيث ما يبقاش فيه لفظ واحد غلط. فاحنا نعمل ايه اذا كان هو توجه فردي وانا بدات بنفسي ويمكن غيري برضو بدا بنفسه؟ فاحنا ممكن نوحد الجهود ويبقى العمل عمل جماعي. جميل قوي لما العمل يبقى عمل جماعي موحد، تحط ايدينا في ايد بعض كوطن عربي ونسيج عربي واحد، نشيل التشويه الفكري والاحتلال الثقافي اللي حصل بالنسبة لنا، ونقدر نحط خطة مش على مستوى لبلدنا بس، على مستوى الوطن العربي جميعه، كل دول عربية تتكاتف وتعمل مؤتمر لإحياء علوم اللغة العربية. أعتقد في الحالة دي قصاد السد المنيع اللي احنا هنعمله ده طبعا، ونحط توصيات بعد هذه المؤتمرات ونقول ممكن نعمل ايه. ولازم في نقطة برضو لازم ناخد بالنا منها، اللغة العربية منذ الصغر من الحضانة. يعني احنا دلوقتي مثلا بنقول ايه الكي جي 1 كي جي 2 او الكيندر جاردن، هي في الاصل رياض الاطفال، روضة جنة يلعب فيها الطفل. كلنا حرصنا شلنا رياضة الأطفال دي عيب نقولها، وبقينا نقول كي جي 1 وكي جي 2 وخلص صارت وستين، مع أنها كلمة ألمانية الأصل. من البداية نحط أساتذة أقوياء في اللغة بحيث اللسان ينطق عربي، يبقى لسان فصيح، المحافظة على اللغة العربية، المحافظة على القرآن الكريم، وعمل مسابقات في القرآن الكريم كبقية الدول العربية ودول الخليج بتحرص كل حرص. دكتور ماجدة، المسابقات دي يعني لما بتتم هنا في مصر بيبقى عليها إقبال شديد جدا، لدرجة ان هما ما بيجدوش أماكن يستوعبوا فيها المتقدمين لمثل هذه المسابقات. يعني انا عايز اقول ان العيب مش في شبابنا والعيب مش في ولادنا، المشكلة في التوجه، ما زال في التوجه العام بالضبط. وفي التخطيط برضو لازم يكون في خطة محكمة ويحكم تنفيذها، ويبقى عليها مشرفين ولها بنود ولها توصيات، ويبقى في إشراف على جودة نشر ثقافة اللغة العربية. الحقيقة اللي خلاني أقول لحضرتك إن العيب مش في شبابنا، إن كان في لقاءات سابقة مع أكاديميين وأساتذة في اللغة العربية تفضلوا بعمل أبحاث على المدونين في شبكة الإنترنت المصريين، فالحقيقة وجدوا إن معظم هذه المدونات لا تبعد كثيرا عن اللغة العربية الأصيلة، وإنها بالرغم إنها مكتوبة بسرعة وبتلقائية إلا إن فيها بعض المكونات والتركيبات اللغوية العربية الصحيحة تماما اللي قد يخطئ فيها الدارس، ولكن لأنها اتعملت بمنتهى التلقائية يمكن بدون قصد. لكن ده بيدينا يعني شبه توجه كده ان لا، شبابنا مش صعب عليه انه يكتب باللغة العربية، ومش صعب عليه انه يتواصل من خلال الانترنت باللغة العربية، لكن في تداخل، في نوع زي ما حضرتك قلتي من التوجه الاجتماعي، ان متحدث اللغة الانجليزية او الفرنسية هيبقى ليه الـ نقول ايه، هو الاول، هو اللي في الصدارة. التوجه الاجتماعي ده هو اللي محتاجين نغيره مع التوجه الإعلامي والتوجه العلمي، لأن اللغة العربية هي الأصل. أكيد هي الأصل، وإن شاء الله تفضل هي الأصل.
هو العيب مش تماما في شبابنا، في الطريقة بس اللي تعامل بها، انها ما حببش اليه التعامل مع اللغة. يعني اللغة العربية تعني سبورة ومدرس بطباشيرة على حد تعبرنا او ألم، وفي عقاب وفي مسطرة وفي تخويف وفي واجب يقعد يكتب 30 مرة الكلمة 30 مرة والدرس 10 مرات، يعني الطريقة نفسها شديدة. طيب انا ممكن احبب وادخل الوسائل الحديثة والتكنولوجيا، وسائل الإيضاح والتعليم الإلكتروني والحاجات اللي تشد وتعمل ترغيب للطالب في حب اللغة العربية. أدخل مثلا التلفزيون، الإذاعة، بحيث أن الطالب ما يملش أو ما يخافش من التعامل مع اللغة، ما يقولش لا دي لغة صعبة، لا 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 دي لغة أجدادنا. فلابد طبعا ان احنا نغير طريقة تناول اللغة سواء في المدارس، أو لازم يكون في برضو الإعلام لازم ياخد باله كويس جدا من اللغة. القيادات، أنا بنشد القيادات كل في مكانه، سواء عميد سواء يعني أي نوع من أنواع القيادات، لازم لما يتخاطب في مؤتمر أو ندوة أو لقاء أو حفل ثقافي يجيد الفصحى. أنا أجد كتير حتى الرؤساء بيخطئوا في اللغة العربية في أبسط الأمور، حروف الجر. طب حروف الجر اللي بيجي بعدها مكسور أو مجرور، إيه المشكلة في كده؟ اتأسس صح وأسس ابنك صح وما تخافش عليه بعد كده. دكتور ماجدة، حضرتك استعرضت لنا نموذج جميل من نماذج الطلاب لدى حضرتك في كلية التكنولوجية. ده نموذج، يا ترى الأمثلة والنماذج الأخرى والأنشطة اللي بتقوم بها الكلية لإحياء اللغة العربية داخل الكلية؟ متعددة. أنا كان عندي طالب من الطلاب أخذته نفسية محطمة لأن هو كان في كلية عالية قوي وما صلبش الحال ونقل يعني. فالطالب ده أنا تبنيته وبثيت في روح الحماس، وكان حطام نفسي. وصلت بيه وهو بإرادته ساعدني إن هو يصبح أستاذا جامعيا. جميل. وهو شخصية معروفة جدا وجميلة جدا، وأخذ المبادئ اللي اتعلمها مني ونشرها، ويمكن حسن وعدل عليها، وأخذ يمكن كمان بالإضافة كورسات في اللغة العربية عشان يقوي لغته كمحاضر في إحدى الجامعات الفاخرة في جمهورية مصر العربية، وأنا بعتز بيه وبجعله وردة كده أو وسام على صدري. في نماذج كتيرة جدا. بالنسبة لنموذج المحاكاة اللي أنا كنت اتكلمت عنه، هو في الحقيقة نموذج محاكاة سياسي. إزاي؟ الطالب طبعا طول عمره خايف، يقول لك ما تتكلمش في السياسة عشان تبقى في مأمن، اوعى حاسب. فبدأ يلهو، شوف سينما شوف مسرح، لكن يبعد عن الثقافة بكل صورها سياسي أو لا سياسي. فاتعاونت مع وزارة الشباب، الدكتورة أمل، دكتورة جميلة وكيلة الوزارة، ومهندس خالد عبد العزيز، وأخذوا الطالب وعملوا له دورات فريدريتش، وعلموه إزاي يمسك كتاب ويقرأ ويبقى له صبر على إنه يمسك كتاب، مش ياخد معلومة على السريع ويمشي. وبعدين قالوا له طب ندخل ده مع ده، الثقافة دمجوها بتمثيلية جميلة، ازاي يعمل صناديق اقتراع وازاي ينتخب رئيس، وعملوا من وسطيهم رئيس احد الطلاب يعني في سمات القائد. فبقت اللعبة بالنسبة لهم محببة، مش مجرد انها عرض برزنتيشن بيتقال وخلاص، او مثلا محاضرات يقولها وبعد كده يقطعوا الورق ويمشوا، لا محببة تمثيلية تطبيقية. بدأوا يختاروا رئيس يحطوا في الاقتراع، يعملوا وزراء الى اخره. في الاخر بعد نهاية الدورة اللي عملوها خدوهم معسكر، عملوا تصفيات، رجعوا لي بفكر جديد خالص، رجعوا لي بطالب مثقف، رجعوا لي بطالب معاه كتاب وعارف قيمة الكتاب، رجعوا لي بطالب محترم يعرف كيف يتحاور ويقبل بالرأي والرأي الآخر، ودي أكبر مشاكلنا يا دكتور ماجدة. بالضبط، طبيعي أكيد. فلقيت بقى عندهم مرونة، بقيت عندهم ثقافة، أنا بقى كملت على بقية الثقافة دي وكافئتهم، ورحت عاملة لهم إيه حفلات ثقافية وندوات اجتماعية، حتى الجانب الديني غطيناه. مثلا عملنا ندوة للوجه الإعلامي المشهور الدكتور إبراهيم أمين، أول ما اتكلم معاهم قال لهم هم بقى فاكرين الشيخ بعمة هيتكلم بقى في حاجات. دكتور إبراهيم أمين يعني سياسي مخضرم في علم السياسة ومتعدد الحقيقة الثقافات، إنسان عظيم. أول ما بدأ قال لهم
بتعرفوا انترنت؟ قالوا ايه ده، الشيخ بقى لابس عمه وبيتكلم في الانترنت؟ قال لهم انا دخلت على الانترنت على الاف المواقع عشان اعمل الدكتوراه بتاعتي واكتب الدكتوراه الحسيه في يد سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. فبداوا يتشدوا معاه وعرفوا، عرفهم قيمه اللغه العربيه. وصلنا بقى وكافئنا وقلت لهم طب تعالوا نروح نحضر في دار الأوبلا مثلا بالي. لقوا نفسهم طبعا في مكان نظيف وفاخر وفيه ادب. قبل ما نروح بقى اي ندوه ثقافيه علمتهم حاجه او اديت لهم محاضره اسمها ادب الحوار. ثقافه ادب الحوار نجهلها كتير في بلدنا. يقعد في ندوه يتكلم بص الندوه، يشغل مع زميله، ممكن يقعد قاعده غير لائقه، يرفع ايده وسط الكلام، ممكن يزعق بصوت عالي، ممكن ينسحب يسيب الندوه ويمشي. لكن لما ياخد المحاضره فيها تنمية بشرية وفيها أدب حوار، إزاي تخاطب، إزاي يستأذن، إزاي إزاي إزاي، تحول إلى شخص آخر. بدأ السياسة دي تنتشر، بدأوا يقبلوا. طيب خليني معاكي حضرتك في اللقاء الجاي، وديني أروح معاكي الندوة الفلانية. بدأ الإقبال على الأنشطة الثقافية تكتر بعد ما كانت عيب ودي مضيعة للوقت وإحنا لسه هنضيع محاضرة عشان نروح نحضر ندوة ولا لا. بقى